تشرفت جامعة الدفاع للدراسات العسكرية كلية الدفاع الوطني حضور سعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لإلقاء المحاضرة الموسومة رؤية المملكة الأردنية في توسيع آفاق التعاون مع العراق لتحقيق التنمية والاستقرار على مسامع دارسي دورة الدفاع الوطني الرقم 25. كان فعلاً مستوى النقاش عالي جداً واتسم بوضوح وشفافية من الدارسين، الشفافية والصدق المعهود عن الكفاءات العراقية في التعامل مع قضاياهم القومية ونظرتهم المستقبلية فيما يتعلق بدول الجوار وخصوصا المملكة الأردنية الهاشمية. تطرقنا للعديد من القضايا ذات البعد الاستراتيجي المهم لمستقبل العلاقات الأردنية العراقية، وذكرنا في حديثنا أن العراق يعيش في وجدان جلالة الملك، والعراق ذات أهمية كبرى فيما يتعلق بأمنه واستقراره وتطوره إلى الأمام بإذن الله تعالى. وأكدنا على أنه المملكة الأردنية الهاشمية بقيادتها متفائلة جدا بمستقبل العراق وقيادته وحكومته وشعبه الطيب. ضمن المنهج المقرر لدورة الدفاع الوطني استضافة السفراء والمسؤولين لاطلاع الدارسين على متغيرات البيئة الاستراتيجية سواء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتشرفت جامعة الدفاع للدراسات العسكرية في حضور سعادة السفير المملكة الأردن الهاشمية وألقى محاضرة بعنوان رؤية المملكة الأردنية الهاشمية في تطوير التعاون وموضوع التنمية المستدامة. بالحقيقة المحاضرة أخذت أبعاد كثيرة، بعد سياسي واقتصادي وثقافي وكل الأبعاد التي لها علاقة بالأمن الوطني التي يستفاد منها الدارسين في كتابة بحوثهم النهائية الرسائل الماجستير. كانت هذه المحاضرة قيمة، تطرق سعادة السفير إلى محاور عدة منها التعاون في المجالات السياسية على جميع الأصعدة والتعاون على المجالات الاقتصادية، وكانت هناك مشاريع اقتصادية استراتيجية حقيقة تدور للبلدين بفوائد اقتصادية كبيرة وبالتالي تزيد من هذه المنافع على البلدين. وأيضا عرج على محور مهم هو التعاون الأمني بين العراق في مجالات عدة ومن المجالات الاستخبارية والأمنية، إضافة إلى التعاون على مستوى المؤسسات الأكاديمية العسكرية بين البلدين. وهناك مجالات أخرى في مسألة التعاون على الجانب الصحي والجانب التعليمي. إعلام وزارة الدفاع، حنان محمد.